إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المحتوى التعليمي للأسبوع الرابع. في هذا الأسبوع تعلمنا بعض الكلمات المستخدمة في السكن، كما تعلمنا طريقة السؤال عن وقت شيء ما باستخدام شان ما شيتين، وتعرفنا على طريقة السؤال عن وجود شيء ما باستخدام يو ما، وكيف تخبر الآخرين عن عدم توفر شيء في غرفتك على سبيل المثال باستخدام وادا فانجيان لي ميو. كما تعرفنا على أجزاء مختلفة من اليوم والسؤال عن الوقت والإجابة عليه في اللغة الصينية. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من محتوى هذا الأسبوع. يمكنك الآن مشاهدة المقابلة واللقاء لهذا الأسبوع ثم حل أسئلة الامتحان. نلقاكم في محتوى الأسبوع الخامس. 再见.